الإسهال هو طريقة من طرق الجسم في التخلص من الجراثيم، ممكن يكون سبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، حساسية تجاه أكل معين، تسمم أو بعض أنواع اللقاحات أو غيره. أكثر حاجة بنخاف منها هو الجفاف اللي بيحصل مع الإسهال، طبعاً لأنه بتطلع معه سوائل الجسم وفيها موية وأملاح كثيرة، فقدان الموية والأملاح بيعملوا خلل كبير في الجسم. ممكن نلاحظه بشكل دوخة، صداع، فقدان للطاقة، جفاف في الفم والجلد، وفي النهاية ممكن يعمل تشنجات وضرر دماغي ووفاة لا قدر الله. فالتصرف السليم هيكون كيف؟ طبعا عشان نمنع الجفاف هنواصل الرضاعة الطبيعية والموية ونأكله أكل خفيف على معدته. هنجيب من الصيدلية ملح تروية ونحله في لتر موية معقمة، وإذا هنستخدم موية الماسورة مفترض نغليها ونخليها تبرد أول. هنشربه من المحلول ده كميات بسيطة على فترات متعددة، وبعد يتم 24 ساعة هندفقه ونحل ظرف تاني إذا احتجنا، وبكده هنكون عوضنا جسم الأملاح والموية الموجودين في ملح التروية. في خيار تاني عبارة عن أدوية فيها زنك، برضو بتمنع الجفاف وبتعوض الفقد وجسمه. طبعا هنمشي نفحص له عشان نعرف السبب، وما هنديه أي شيء من غير فحص غير أدوية الجفاف. حتى لو كان الإسهال عرض جانب لعلاج هو بياخده ما هنوقفه، هنمشي طوالي للطبيب وهو يقرر. العصائر والمياه الغازية ممكن يزيدوا الإسهال، واستعمال الأدوية اللي بتوقفه من غير روشتة طبية هيزيد العدوى إذا موجودة، لأنه بتحبس الجراثيم مع الإسهال داخل الجسم. الحالات اللي ما هننتظر فيها وهنودي الطفل للطبيب مباشرة إذا كان الطفل صغير عمره أقل من 6 شهور، أو إذا كان عيان شديد، أو إذا استمر الإسهال حقه لأكثر من 3 يوم، أو إذا أسهل في اليوم الواحد أكثر من 4 مرات خلال 8 ساعات، أو إذا كان الطفل أصلاً جهاز مناعته ضعيف وبيستحمل أقل مرض، أو إذا جاه استفراغ والاستفراغ كان فيه سائل أصفر أو أخضر ومعاه دم. خليتكم بعافية وفي أمان الله. البدانة بتأثر على شغل الأدوية بجسمك، لأنه دهون الجسم الكثيرة معناها مساحة أكبر للدواء عشان يتوزع فيها، ففي بعض الأدوية بقل مفعولها أو بتفقده تماما، زي علاجات الخصوبة والمضادات الحيوية. سلام.